مزيد ينضم إلينا عبر أو معي في الاستوديو ضيفي الكريم دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. خليني أسأل حضرتك عن الفلسفة وراء آلية التسعير التي أعلنت اليوم من مواد البترول بأنواعه مختلفة. هو مؤكد خلال الأشهر المعدودة الماضية، يمكن منذ بداية الاحتلال أو الاقتحام الغاشم لإسرائيل على قطاع غزة، مؤكد أنه المنطقة بتعيش ظروف استثنائية بتضاف للظروف الاستثنائية اللي بيعيشها المجتمع الدولي ككل بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. احنا بنتكلم على صراع محتدم فيما بين الاقتصادات الكبرى على المستوى الدولي، مؤكد انه دخول اسرائيل بازمه في المنطقه بالتاكيد اثر بشكل كبير للغايه على اسعار الطاقه، اثر بشكل كبير على اسعار النفط اللي هي تحرك بشكل كبير للغايه خلال السبعه او الثمانيه اشهر الماضيه. البعد الثاني اللي اضيف ليه انه الحقيقه كرد فعل على دخول اسرائيل هو ما يحدث في البحر الاحمر، ومؤكد المناوشات اللي بتحدث فيه ما بين إيران وكافة أزروعها وإسرائيل، مؤكد أنها الحقيقة أثرت مش بس على الإقليم لكن أثرت على المجتمع الدولي ككل. إحنا بنتكلم على حركة التجارة الدولية بما فيه الحقيقة قناة السويس اللي بتكتسب كحد أدنى 12% من حركة التجارة الدولية، بالتأكيد تأثر هذا الممر الملاحي الهام، وكل السفن اللي كانت بتعبر للبحر الأحمر بالتأكيد أثرت بشكل كبير للغاية، سواء كان بقى سفن ناقلة للبترول أو غيره. وبالتالي كان المسارات المتاحة أنه هذه السفن تتحرك على مضيق رأس الرجاء الصالح، فبالتأكيد ده بيستغرق فترة زمنية أطول، التكلفة أكبر في استهلاك الوقود، بنتكلم على التأمين، تكلفة التأمين أعلى، بنتكلم على تكاليف تمويل هذه السفن لأنه حركة التجارة في النفط وغيره بالتأكيد بتبقى جزء منها بيمول بتمويلات من المجتمع الدولي، فبنتكلم على تكلفة بشكل عام ارتفعت وده انعكس على ارتفاع أسعار النفط عالميا. وبالنسبة لمصر أيضا هذا الأمر أثر لأن احنا ما زلنا بنستورد جزء من مشتقات البترولية، خلال الفترة الأخيرة بدينا نستورد سفن للغاز وده الحقيقة أيضا بيأثر بشكل على الموارد أو الموازنة الموجهة لهذا الأمر. ده ما حدث خلال الأشهر المعدودة الماضية، لكن ما يتعلق به أنه ارتفاع أسعار النفط عالميا والجزء اللي بيتم استيراده من الخارج بالتأكيد متأثر بده وضغط على النقد الأجنبي. يمكن احنا الحقيقة ما عندناش حاليا أزمة في النقد الأجنبي، الحقيقة أصبح النقد الأجنبي متاح والحقيقة الحكومة بتتحرك بأريحية في إطار توفير التمويل اللازم لاستيراد هذا الأمر، لكن خلينا نشير إلى أنه داخليا الوضع أيضا في بعد هام للغاية هو ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة الحقيقة مزود الاستهلاك سواء كان للكهرباء داخل المنازل أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة، لكن كمان مؤثر على استهلاك البنزين في السيارات في حركة النقل بشكل عام، وبالتالي ده بيضغط أكثر على الموازنة. احنا بنتكلم على موازنة دعم الطاقة اللي هي كانت عام 2016 قبيل انطلاق برنامج الصناعة الاقتصادي اللي بدأ في 3 نوفمبر 16، كنا بنتكلم تقريبا 130 مليار جنيه موازنة لدعم الطاقة فقط في إطار برنامج وضعته الحكومة خلال تلك الفترة خلال 3 أعوام. هذه الموازنة للدعم تم تقليصها ل 17 مليار جنيه، وتم استخدام جزء من هذه الموازنة في دعم المواطن في بطاقات التموين، زيادة الدعم المخصص للرغيف العيش وغيره، لأنه بالتأكيد أيضا دعم رغيف العيش الحقيقة التام جزء كبير، إحنا بنتكلم ما يتجاوز 120 مليار جنيه دعم لرغيف العيش. فالحقيقة هذه الموازنة لدعم الطاقة اللي تقلصت عام 2019 لحدود 17 مليار جنيه عاودت مرة أخرى الادفاع خلال الأعوام الأربعة الماضية. كانت تقلصت لأسباب في الأسواق الخارجية ولا لأسباب لزيادة الناتج في الداخل؟ تقلصت بفعل أنه أسعار البترول عالميا انخفضت، وفعل أنه التحريكات اللي تمت على أسعار الوقود ضبطت شوية موازنة الدعم. فهنا الحقيقة ده كان أمر طيب وقلنا أنه خلاص الأمور وخلاص، كان بنزين 95 ما فيهوش دعم وده كان أمر منطقي وطبيعي. إحنا النهاردة تقريبا كل أنواع البنزين مدعوم بما فيه حتى بنزين 95، والدعم بنتكلم ما بين بقى 30-40%، لأنه يعني نتفاهم مثلا شرائح كالسولار أنه لم يتم تحريك السعر بها للسنوات، ولكن 95 ليه ما زال مدعم؟ كنا وصلنا لتقريبا ما كانش فيه دعم تقريبا، يعني لماذا عاد مرة أخرى؟ عاد لأنه لارتفاع أسعار النفط عالميا والتوتر اللي بتحدث وتحرك سعر العملة، ف
فده كله ساعد انه كمان تكلفه الانتاج زادت. تكلفه الانتاج زادت اللي بقى للسولار للبنزين 80 90 92 95، فالتكلفه بشكل عام زادت. فلما التكلفه بترتفع والتحريك ما بيتمش، لان احنا الحقيقه برضو انتظرنا فتره زمنيه علشان مش عايزين نضغط على المواطن، مش عايزين نضغط على الظروف الاجتماعيه الحقيقه كان الكل بيعني منها، مش عايزين نضغط على ارتفاع معدل التضخم. فالحقيقه كان بيتم الارجاء عشما او تاملا انه اسعار النفط عالميا هتنخفض، وهذا لم يحدث، لانه احنا كل ما بنقول انه خلاص الازمه هتنفرج وانه في مفاوضات بتجري بوساطه مصريه قطريه امريكيه بتلعب، امريكا بتلعب دور، فكل ما نقول انه خلاص المفترض ان شاء الله الموضوع هيهدى، ولو الموضوع بتاع الشرق الاوسط هي اتصور انه هيكون في انفراج على المستوى الدولي ككل. احنا داخلين على احنا داخلين على حركه معركه حمايه الوطيس في الانتخابات الامريكيه، فده ممكن انه يكون له انعكاس اذا ما حدث تغير في الاداره الامريكيه، ممكن يكون ليه انعكاس على الحاله السياسيه العالميه ككل، على الوضع الاقتصادي ككل. احنا هي بنشوف انه في تلميحات من روسيا من اوكرانيا انه ممكن لو حدث تغيير وترامب قتل الحكم ممكن يكون في تغيير في طريقه التعامل، وبالتالي الازمات العالميه هتهدأ. طريقه التعامل مع اسرائيل يمكن ان تهدأ، واحنا الحقيقه كنا بنتابع زياره رئيس الوزراء الاسرائيلي لامريكا وكلمته الشهيره بالامس، فاحنا الحقيقه بنتعشم انه الحال تهدأ، واذا ما هدأ الحال اسعار النفط العالمية هتهدأ، التوترات اللي موجودة في البحر الأحمر هتهدأ، وبالتالي نعود مرة أخرى للظروف الطبيعية التحديات الطبيعية. هل ده يرجع عملية التحريك ولا يمكن أن ينقص من الأسعار؟ لا خلينا تحريك أسعار البترول المواد البترولية، لا احنا ما زلنا بعيدين، المسافة بعيدة والتكلفة بتزيد. احنا موازنة دعم الطاقة اللي تقلصت ل 17 العام الماضي كنا بنتكلم تقريبا في حدود 120 او 119 مليار جنيه، مقدر لها هذا العام 155، ده اخذا في الاعتبار التحريك اللي بيحدث. اذا لم يحدث هذا التحريك موازنة دعم الطاقة هنقترب من رقم مذهل، هنقترب من 200 مليار، فبالتاكيد ما فيش موازنة تتحمل هذا الرقم. عايز اسال حضرتك عن الارقام المتحركة بشكل دائم، بتكلم هنا عن المواد البترولية في الموازنة على الرغم من وجود تأمين لهذه الأرقام بالنسبة بشكل أو بآخر، بس لو تسمح لي حول انتظام الحركة داخل محطات الوقود، ينضم إلينا من محافظة شمال سيناء كريم كمال مراسل أكسترا نيوز. كريم، ما ضعنا في الصورة، ما هو الجديد لديك؟ نعم لما بعد التحية وضيفك الكريم، يعني بالفعل عقب إقرار زيادة أسعار البنزين والسولار وعقب الاجتماع الذي عقده اللواء خالد مجاور محافظة شمال سيناء مع المسؤولين التنفيذيين بتنفيذ هذا القرار في الشارع، سواء في المواقف السيارات الأجرة أو المواقف التي تربط محافظة شمال سيناء بالمحافظات، هذا بالإضافة إلى إلصاق ملصق في مدخل كل موقف بزيادة التسعيرة الجديدة للسيارات. قام اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بعقد اجتماع مع كل من وكيل وزارة التموين ومدير الإدارة العامة للمرور في شمال سيناء لتنفيذ هذا الملصق في كافة مواقف السيارات، سواء المواقف الداخلية بداخل محافظة شمال سيناء أو المواقف التي تربط محافظة شمال سيناء بالمحافظات المختلفة. وبالفعل تم الصق هذه الملصقات والالزام السائقين بتنفيذ التسعيره التي تم تحديدها وهي لا تتعدى 10% من الاجره السابقه، هذا بالاضافه الى الجوله التي قام بها المسؤولين بداخل محطات البنزين للتاكد من وجود الزياده التي تم تخصيصها من قبل وزاره البترول والثروه المعدنيه، وايضا الاطمئنان على انتظام حركه السيارات بداخل المواقف او بداخل البنزينات. هو هذا وإجمالي الوضع منذ تنفيذ هذا القرار صباح اليوم في محافظة شمال سيناء. كريم بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة، كريم كمال من محافظة شمال سيناء. دكتور خليني أرجع لحضرتك مرة أخرى قبل ما نتكلم عن الموازنة وما يحدث في الموازنة نتيجة للتغير الدائم في الأسعار المشتقات البترولية وتحميلا عليها، عايز أعرف إيه العوامل اللي بتتحكم أصلا في آلية التسعير؟ عدة أمور. الأمر الأول هو أسعار النفط عالميا، والأمر الثاني بالتأكيد هو الكلفة، لأنه إحنا بنتكلم على أنه الطاقة البترول أنا بشتريه بالنقد الأجنبي، يعني أنا بشتري حصة الشريك الأجنبي ده لو كان متاح داخليا، لو بستورد أنا بدفع كله بالدولار، ف
فتسعيد الدولار بيدخل جزء فيه المعادله جنب الى جنب مع سعر الطاقه نفسه، فالتكلفه بيتم احتسابها داخل الوزاره، ثم بيتم مراجعه الاسعار وبيشوف الفجوه فيما بين الاسعار اللي بيتم على اساسها البيع والتكلفه. فالتكلفه مرتفعه، ولجنه التسعيد طبيعي انها مستهدفها انها الحقيقه تراعي التوازن فيما بين تكاليف الانتاج والتسعير، علشان اذا لم يتخذ هذه القرارات هنصل لوضع ينفجر انه هيبقى المسافه كبيره جدا، وبالتالي هنيجي فجاه بنرفع اسعار الوقود بنسب مبالغ فيها لن يتحملها المواطن. ففكره انه كل 3 شهور او 4 اجتماعات في العام، هو الفكره الاساسيه انه يتم تحديد جزء بسيط يتحمله المواطن، مش بس المواطن اللي بيعتاد السيارات، لكن الاكثر اهميه هو العربيات المواصلات العامه السيرفيس الشركات. عشان كده التغيير حقيقة اذاعتيه مهم جدا، انه مش بس بقى ننتظر رئيس الوزراء لما يعمل اجتماعات، لا، لان هو مؤكد عنده مهام اخرى كثير، لكن احنا بنتكلم على المحافظين، بنتكلم على مساعدين المحافظين، انه مع رؤساء الاحياء انه يتم متابعه السيارات السيرفيس والى اي مدى الالتزام بالتعريفه تعريفه الركوب، علشان ما يكونش فيه محاوله لنقل العبء، مش بقى نقل العبء، محاوله للاستغلال والجشع من جانب سائقي سيارات السيرفيس على المواطن العادي. فاحنا بنتكلم مبدئيا نسب الزياده اقل من 10%، فاقل من 10% دي نسب الزياده دكتور على الاسعار الجديده للمواد البتروليه البنزين والسولار بكل اشكال. وبالتالي ال 10% دي حتى لو هيتم تحريك لاسعار تعريفه الركوب، يعني لو بتكلم على الاجره اللي هي ب 5 جنيه هتبقى ب 5 جنيه ونص، اللي ب 10 جنيه تبقى ب 11 جنيه وهكذا. فالمفترض انه بيتم تقييم هذا الامر ومراجعته على ارض الواقع علشان ما يكونش فيه محاوله للاستغلال. فعلا مراسلنا قال انه انعكست 10% على اسعار المواصلات في شمال سيناء يعني على الاقل. وبالتالي واللي اضاف ليه مش بس في محافظه شمال سيناء، كمان نتكلم بقى على كل المحافظات، مهم جدا ان يكون في رؤساء الاحياء والمحافظين والنواب ومساعديهم والنوحيه يتابعوا هذا الامر، ما ينتظرش انه الحكومه المركزيه بقى هي اللي هتقعد تتابع كل شيء. ومؤكده في تقارير بتعد عن كل محافظه. احنا بنتكلم انه الفجوه ما زالت كم بالمئة تقريبا بنتكلم التلت بين السعر التكلفه والسعر اللي بيوصل للمستهلك. لو قلنا في المتوسط كل الانواع المشتقات البتروليه البنزين على السولار قلنا في المتوسط 13، وبنتكلم ايضا في المتوسط 19، فاحنا تقريبا بنتكلم ما زلنا حوالي 30-40% بتتحملوا الموازنه العامه طبعا الدولة. بتتحملوا الدوله، والمشكله انه العبء ده لما بيزيد موازنه الدعم الطاقه، فدي ده بيجي على حساب موازنات اخرى.